بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد ياسين أبسي صف تيم. النهاردة نتابع المحاضرة رقم 22 من محاضرات تعليم الجي ديفلوبر، كلنا هنتعلم جافا. النهاردة إن شاء الله المحاضرة هتتكلم عن الجمل التكرارية أو الحركات التكرارية اللي هي اللوب ستيتمنت. فكرة اللوب ستيتمنت إن أنا مثلا بحتاج إن أنا أنفذ مجموعة من الأكواد، مثلا بلوك معين من الاكواد انفذه لاكتر من مره. يعني مثلا ايه، عندي شويه اكواد كده مترتبه ورا بعض وعاوز مثلا انفذ الاكواد دي 100 مره. فالطبيعي هتقول لي ايه، هتقول لي ناخد الكلام ده كله ناخده كوبي وبيست مثلا 100 مره واخلي الكومبايلر يقراه. طب الكلام ده مش عملي. الكلام ده لو بيتكلم مثلا في 1000 ريكورد ولا 5000 ريكورد وعاوز كل مره تغير قيمه، طبعا ده العمليه بقى معقده جدا. تعال نبص على الحاجه دي، لوب ستيتمنت او الحلقات التكراريه. الحلقات التكراريه او اللوب ستيتمنت، تعالى مثلا نقول ايه، انا عايز اطبع واحد واثنين، عايز اطبع سيريال كده 1 2 3 4 لحد مثلا 10000. فبقول له الطبيعي بقول له سيستم دوت اوت دوت برنت اطبع واحد، بعد كده بقول له اطبع اثنين، وابدا اخد الكلام ده كوبي بيست لحد ال 10000 مره. تعالى نزود الكود شويه، نقول له لا ده هيطبع وبعد كده هيعمل حاجه ثانيه وبعد كده هيخزن بيانات وبعد كده هيديني قيم، هيعمل مثلا بتاع حوالي 20 لاين او 20 سطر، وبعدين ال 20 سطر دول هينفذهم ال 10000 مره، مع ان كل مره في ال 20 لاين القيم هتتغير. يعني معناها انت هتاخد كوبي بيست 20 مره او 2000 مره او 5000 مره حسب الليميت بتاعك، وبعدين تبدا تعدل في ديك. الكلام ده مش منطقي والكلام ده معقد جدا، وفي الاخر هديك نتيجه خطا. طب احنا عايزين حاجه تبقى سهله وسيمبل وكمان تبقى عندي يعني براحتي. يعني طب المرة دي 10000، طب انا عايز مرة يبقى فيها 20000، مرة عايزها 1000، عايز مرة عاوزها 200. انا عايز الموضوع يعني مش عايز تعملي الكود 50000 مرة. طيب يبقى الحالة دي لازم يكون عندي الكود مرن وقوي وسهل. طيب الحالة زي كده ايه، جافا وفرت لنا حاجة اسمها الوايل لوبينج او اللوب ستيتمنت. طبعا منها وايل ودو وهنلاقي فور، هنشوف اكتر من نوع دلوقتي واحنا ماشيين، بس احنا غالبا حاليا بنبدا بحاجه اسمها الوايل. ايه الوايل لوب؟ الوايل لوب هي حلقه تكراريه او مجموعه من الاوامر بتبدا تتنفذ بشكل متكرر طالما في شرط معين، والشرط ده بيدينا نتيجه ترو. يعني طول ما النتيجه ترو هيبدا ينفذ الكود، نتيجه فولس يبدا يخرج من الحلقه. اذا امتى هنستمر في الحلقه؟ طالما الشرط بتاعي ترو. تعال بص على المثال ده، انا عندي هنا اللوب ستيتمنت وعندي هنا الكونديشن، ماشي، وهنا الكود واقف مستني ان هو يتنفذ. فاول ما الكود يديني ترو او الكونديشن يديني ترو هيبدا ايه، الكود يتنفذ اول مره. طيب تاني مره اتاكد هل هو ترو، يبدا يتنفذ ثالث مره ترو، يبدا وهكذا لحد ما اي الشرط بتاعي يساوي فولس. طول ما هو ترو هيبدا يدخل جوه الحلقه ويكرر الكود تاني. السهم ده هنا شايل جواه سطر واحد من الكود او بلوك كامل من الكود، المهم ان هو شايل مجموعه من الاكواد معاه هتبدا كلها تتنفذ طالما دخلت في الحلقه. اول ما الكونديشن يساوي فولس يبقى كده ايه، هيبدا اللوب تقف ويبدا يخرج ويبدا يكمل برنامج عادي وبعد ما خلص الكود او اللوب بتاعه. يعني اول ما يبدا يعمل رن والكود ترو هنبص نلاقيه اتنفذ بالمنظر ده، وبعدين مره تانية يبدا يتنفذ، وبعدين يبدا يتنفذ لحد ما ايه يبدا يخرج نهائيا من الكود زي ما احنا شايفين. ازاي اللوب الوايل لوب؟ بقول له وايل طالما ان اكس اصغر من 100، طول ما اكس اصغر من 100 نفذ الكود ده. طيب لو اكس بقت تساوي 100 اكبر من 100 بقى، لو اكس ما نفذتش الشرط ده يبدا مش هينفذ الكود ويبدا يخرج من البلوك. وننتبه برضو للبلوك زي الاف ستيتمنت بلوك، اللوب بلوك برضو، لان نفس الكلام لو انا شلت البلوك مش هيديني ايرور، بس ايه هينفذ اول لاين والباقي ايه هيتنفذ كده كده سواء الشرط ترو او فولس هيتنفذ. طيب يبقى بقول له وايل الشرط بتاعي الكونديشن هيبقى هنا، وببدا اقول له الجمل اللي هتنفذ في حاله ان الكونديشن طلع ترو. تعال نشوف المثال العملي ده. عرفت متغير اسمه ليميت نوع انتجر
وبقول له ايه، بقول اليوزر انتر الكاونتر ليميت، ادخل الليميت بتاعك وحولته بارس للانتجر زي ما احنا عارفين. وبعدين بقى عملت متغير تاني اسمه كاونتر، وبقول له الكاونتر ده او العداد يبدأ بزيرو. يبقى انا محتاج الليميت الحد الاقصى بتاعي، ومحتاج الكاونتر اللي هو هيبقى العداد. بقول له طالما الكاونتر اقل من الليميت، هنفترض الليميت دخل عندي 10، الكاونتر زيرو، هل الكاونتر اقل من الليميت؟ اه، لان ده زيرو ده 10، يبدأ ينفذ الكود اللي جوه. طيب ايه الكود اللي جوه؟ نركز قوي في الحتة دي. الكود بقول له ده اول حاجة زود لي الكاونتر، يبقى كل شوية يزود بواحد، بعمل له انكريمنت. ليه بقى؟ لان انا لازم الكاونتر ده يزيد، والا الحلقة التكرارية بتاعتي هتخش في ايه، حاجة اسمها انفينيتي لوب، وبعدين خلاص هيحصل كراش للبرنامج. يعني ايه انفينيتي لوب؟ يعني هيفضل البرنامج يفضل ينفذ كود الى ما لا نهاية. خلاص ما في ليه، لان انت مش قايل له هيقف امتى، انت مديله هيقف امتى، بس ايه بتقول له طالما ان الكاونتر اقل من ليميت، طول ما الكاونتر زيرو والليميت 10 هيفضل خلاص، هو شرط دايما هيفضل كده. فبالتالي كل شويه لازم ازود الكاونتر بواحد، عشان في الاخر ايه الكاونتر قيمتها تفضل تزيد تزيد تزيد، لحد ما في الاخر ايه توصل ان الكاونتر اكبر من الليميت، وبالتالي هيديني فولس، وبالتالي يخرج من البرنامج. يبقى لازم ايه اعمل جوه البرنامج الكاونتر يبدا يزيد بواحد، او اعمل له انكريمنت، او جوه البرنامج نفسه ادي له امر ان هو يخرج. المهم ان انا ايه لازم اعمل امر الخروج، او زي ما الصيدل الخروج داخل البلوك بتاعي، وبرضو نتاكد من البيجن والاند بتوع البلوك بتوعي بالمنظر ده. هنا بقول له ابدا بقى اطبع لي الكلمه دي current value is، والمخزن الكاونتر اللي موجود جواه. فاكيد اول ما حد هيبدا ايه 0 زائد 1 يبقى 1، يبقى 1. تاني دوران هيبدا ايه 1 زائد 1 يبقى 2، هيطبع 2. بعدين تالت، 3، 4، 5 بالمنظر ده، لحد ما ايه الكاونتر هيساوي لنا اكبر من الليميت، يعني النتيجه فولس. في الحاله دي هيبدا يخرج من اللوب او من الوايل لوب بتاعتي. تعال نرن اف 11 ونقول له ايه اطبع لي 5 مرات. ايه اللي حصل هنا؟ هنلاقي ان هو بدا يقول لي ايه 1 2 3 4، بدأ ينفذ الكود ده 5 مرات بالمنظر ده، كل شوية يزود كاونتر بواحد، وبعدين ايه يبدأ يطبع. لو الكاونتر هنا ما زادتش، يبقى الحلقة دي هتبقى انفينيتي لوب، وهيفضل ايه يطبع الى ما لا نهاية، وبالتالي هيحصل كراش للبرنامج، والبرنامج بتاعك هيبقى فيه كوربت او هيحصل فيه بج. في الحالة دي يبقى لازم نتأكد من ان الكاونتر بتاعي بيزيد، والشرط بتاعي هيوصل لنتيجه فولس في وقت معين. لازم اتاكد ان اللوب هيخرج عند القيمه فولس، ولازم يكون في حاجه هتتحول البرنامج او اللوب بتاعي الفولس بالمنظر ده. طيب تعال نقول مثلا ننفذ حاجه تانية. احنا كده كام لاين؟ 2 لاين اهو. اللاين الاولاني اللي هو بقول له زود الكاونتر، ادي امر. الامر التاني بقول له اطبع اللي موجود في الكاونتر، والتالت بقول له اطبع لي سطر. في 11 اقول له نفذ لي الكلام ده 1000 مرة، هبص الاقي ايه فعلا نفذ الامر بتاعتي. تخيل احنا بنعمل حاجة تاني، مثلا نقول له اي حاجة، هنلاقي اي اوامر تتكتب هنا نفترض ان دي اوامر كتير بتتكتب، تخيل ان انت عاوز تنفذ الكود ده مثلا، الاكواد دي كلها هتنفذها 1000 مره، يبقى كان المفروض هتاخدها كوبي بيست 1000 مره، وكل مره تعدل في القيم. طب كل شويه تغير مره 1000 ومره 50 ومره 10000، يبقى الكود ده بتاعك مش مظبوط، وهيطلع معقد، وفي الاخر مش هيطلع النتيجه بتاعتك. لكن لما شفنا الموضوع ان احنا بدانا نستخدم اللوب، شفنا الموضوع بقى سهل، عباره عن لاين واحد بالمنظر ده، سهل لي الدنيا، وبقى الكود عندي بالنسبه لي سهل. خلاص يبقى ايه ادي فكره اللوب، يا ريت نفهمها عشان هنبدا بعد كده الفور والدو هيبقوا معانا بالنسبه لنا مهمين. خلاص عرفنا بتغير اسمه ليميت، ده يديني الحد الاقصى، تغير اسم الكاونتر هيديني العداد بتاعي، واقول له طالما العداد او الكاونتر اقل من ليميت، اقل من الحد الاقصى، ابدا نفذ الكود ده. واول ما يبدا الشرط يتحول لفولس، هيبدا ايه يخرج من البرنامج، مش هينفذ الكود اللي موجود هنا.
ونتأكد برضو. تعال نشيل الكلام ده كله، تعال نشيل دي ونشيل دي. شلنا البيجين والاند بتاع البلوك، تعال رن. ايه اللي حصل؟ نفذ لي الامر مرة واحدة. ليه؟ لان هنا هيبدأ ينفذ الكود ده لان مفيش بلوك، تمام؟ فطالما مفيش بلوك هو بينفذ اول لاين بس اهو، فهو فعلا بدأ الكاونتر يزيد بس ما يطبعش. ليه؟ لان اعتبر ان دول خارج البلوك فمش هيطبعهم. وبعد ما خلص خالص نفذ الكود هيبدأ ايه؟ هيبدأ ينفذ الاوامر دي لان دول اعتبرهم خارج البلوك، لكن عشان ادخلهم جوه البلوك فابدأ احط هنا البيجين واحط هنا الاند بتاعتي في المنظر ده، تمام؟ هنفذ، هقول له اديني نفذ لي 100,000 مرة، هلاقي ايه؟ فعلا الكود بتاعي بدأ يتنفذ بالشكل ده. عملت، قدرت اعمل او انفذ الافات الاكواد والاوامر عبارة عن سطر واحد من الاوامر بتاعتي اللي هو الوايل لوب. ان شاء الله تكونوا استفدتوا. المحاضرة الجاية ان شاء الله نكمل. اي سؤال، اي استفسار، استناكم ان شاء الله على appstuff.com. والسلام عليكم ورحمة الله.